السائلة نون قاف من الجنوب تقول: ما حكم تطيب المرأة وتجملها لمحارمها؟ وهل يجوز عند السلام عليهم تقبيل الرأس منهم والمعانقة كالأب والعم والخال والولد وابن الولد؟ وما المباح للمرأة كشفه عند محارمها؟ المرأة إنما تتجمل لزوجها ولا تتجمل لمحارمها، وإنما تلبس الثياب العادية، تلبس لمحارمها الثياب العادية وتكشف عندهم ما جرت العادة بكشفه من وجهها وكفيها وشعر رأسها وقدميها، ما جرت العادة بكشفه ودعت الحاجة إلى كشفه للعمل والمهنة، هذا الذي يجوز كشفه عند المحارم. نعم.